منذ لحظات انتهت مواجهة جامعة البنك الأهلي بالنادي الأهلي بالتعادل السلبي بدون أهداف. تعادل مستحق للأهلي وللبنك الأهلي، ولكن النتيجة هي اللي غريبة شويتين ثلاثة. تعادل سلبي يعني مفيش أهداف، بس المباراة النهاردة كان فيها فرص بالجملة للأهلي وللبنك الأهلي. النهاردة كان معدل الأهداف المتوقع بلس 3، يعني كان كل فريق يقدر يسجل 3 وأكتر، يعني كان ممكن المباراة تخلص النهاردة بالتعادل مثلا 3-3 وممكن 4-4، بس الفرص الضايعة النهاردة كانت فرص في منتهى السهولة سواء للبنك الأهلي أو للنادي الأهلي. الأهلي تأثر أكيد بالغيابات النهاردة بسبب الإصابات، سواء أليو ديانج أو حمدي فتحي أو عمرو السولية، والتلاتة ركيزة أساسية في وسط ملعب دفاع النادي الأهلي. لو واحد فيهم بيغيب الأهلي يتأثر، ما بالك أنت التلاتة بيغيبوا في مباراة اليوم. لعب موسيماني برامي ربيعة ولعب بمحمد مجدي قفشة في نص الملعب، بس نص ملعب النادي الأهلي كان تاهي. الناحية التانية البنك الأهلي عمل مباراة محترمة جدا، مباراة ما فيهاش رهبة ولا فيها خوف من النادي الأهلي، مباراة مفتوحة، مباراة هجومية، ضيع فرص وكان في فرص قريبة جدا من الجون. يمكن فرص البنك الأهلي كانت أكثر قربا من المرمى، أكثر كمان من فرص النادي الأهلي. تألق البنك الأهلي مع مدير فني محترم، ثلاثي هجوم النهاردة كان رائع جدا سواء إسحاق يعقوبو أو محمد هلال، والأهم كمان اللي كان عنده فرص كثيرة النهاردة اللي كان بيبقى قدام الجون دايما كريم بامبو اللي بدأ بيه النهاردة الكابتن خالد جلال، وكان مصدر خطورة كبيرة على النادي الأهلي. كريم بامبو معانا عبر الهاتف لاعب البنك الأهلي. كريم مشرف ومنور، وبهنيك على أدائك الشخصي النهاردة وعلى أداء الفريق بشكل عام. كابتن كريم ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ متشكرين جدا على الكلام ده حبيبي. اقل من حقك. النهارده البنك الاهلي فاجئنا بصراحه بشكل عام، بيعمل مباراه هجوميه من الدقيقه الاولى قدام النادي الاهلي دون رهبه ودون خوف، وكان بيوصل للمرمى اكتر من مره وضيع فرص خطيره كمان. والحمد لله النهارده بونت من فريق كبير زي النادي الاهلي هتبقى حاجه كويسه. كنا طمعانين شويه ان احنا نكسب، بس الحمد لله ان انت تطلع بونت برضه حاجه كويسه جدا. والجهاز كان يعني مساعدنا على كده ان احنا نهاجم. صحيح. لو ما خدناش الثلاثه يبقى معانا بونت، وده اللي حصل. يعني ده اللي طلعنا بيه من الماتش، ان انا بتلعب قدام النادي الاهلي، فان انت طلعت بنقطه يبقى ده مكسب ليك يعني، او نادي الزمالك بتطلع منهم بنتيجه ايجابيه بيبقى مكسب ليك يعني. والحمد لله ده قدرنا نحققه الحمد لله. واضح جدا انه الكابتن خالد جلال كان محفظ كويس، وواضح جدا كان واخد قراره انه يهاجم النادي الاهلي النهارده. يعني الاهلي اكيد كان متاثر بالغيابات وكان في مساحات كثيره في دفاع النادي الاهلي، واضح ان انتوا قريتوا الكلام ده كويس. بص، هو كابتن خالد الميزه اللي فيه ان هو يعني اي فريق بيهاجم، يعني هو ما عندوش مشكله اهلي زمالك، هو عنده قاعده ان هو ايه عادي مش مشكله. لو خسرت، بس خسرت وانت بتهاجم وبتلعب كوره، عشان كده بعد كده ما تجيش تقول لا يا ريت انا هاجمت يا ريتني عملت، لا هو بيعمل كده كل الماتشات كده. صح، كنت موجود هنا. اتفضل. فدي حاجه كويسه، وهو بيديها لنا كمان، يعني هو التحفيز بيديه لنا احنا، فبتبقى حاجه كويسه لينا. كان قدرنا النهارده نعمل كده، رحنا على الجون ما كانش فيه توفيق معايا انا شخصيا، حوالي من ضيع ثلاث فرص او اربع فرص. لا، في واحده منهم، في واحده منهم يا كريم اللي هي شناوي. لا اصل بصراحه انا وانا بتفرج على الماتش قلت حظه عاسر عشان انت عملتها صح، يعني انت وديتها في الناحيه الثانيه من الشناوي بذكاء. مش عارف، الحمد لله. يعني كان فيها باد لك كبير جدا. ايه باد لك جامد، قدر الله ما شاء فعل، بس ما فيش نصيب الحمد لله يعني. الحمد لله. حد لامك على الفرصه دي؟ لا بالعكس. بالعكس والله العظيم، والله بالعكس جدا. كل الجهاز باللعيبه كله بعد الماتش بيتكلم معايا هايل، مفيش مشاكل. ودي كوره، طول ما انت بتلعب بجد، بتلعب بتموت نفسك، وهم شايفين انت بتموت نفسك. انت بتوصل للجون، بس ما فيش نصيب يعني، ما فيش توفيق عند ربنا، ما فيش توفيق. صحيح. بس صحيح. يعني انت مثلا ما عملتش كوره مثلا بطريقه معينه حاجه زي، فاهم يعني؟ انت عملت الصح، بس هي ما فيش نصيب الحمد لله يعني. الحمد لله. صحيح. انت عشت ازمه صعبه جدا، ازمه المنشطات، وما اكذبش عليك انا بشكل شخصي قلت كريم بامبو هيرجع بنفس المستوى اللي كان قبل كده ولا لا، رجعت افضل من الاول كمان. عديت المرحله الصعبه دي ازاي؟ هي دي يعني من اصعب فترات حياتي. حوار انت حاجه انت بتحط يعني مالكش دعوه بيها، اتحطيت فيها يعني. هو للاسف انت بتاخد حاجه تخسيس، وجئت ان هي وقفتك اربع شهور. حاجه مالكش دعوه بيها خالص، بس فلكن لا، انا كل سنه بحب اطور من نفسي يعني. الاربع شهور دول ضروني، بس استفدت منهم ان انا بجهز نفسي، بدوس على نفسي، اتمرن كويس. شالت مني انا بقالي فتره كتير قوي تحت ضغط ان انا كل الدوري عندنا في مصر كل سنه
لحم في بعض، يعني ما فيش مثلا فرصه انت تاخد اجازه. خدت اجازه ريحت اعصابي شويه، يعني انا استفدت منها واتضررت واستفدت، يعني ما كانش وحش وما كانش حلو. صحيح. مركز مع البنك الاهلي الموسم ده والموسم اللي بعده، ولا الموسم اللي بعده ممكن يكون في خطوه ثانيه؟ لا بص، انا مركز يعني موسم بموسم، موسم بموسم. انا البنك مش قصدي حاجه، من احسن يعني احسن النوادي اللي في مصر. صح. الاداره بتاعته بجد والله العظيم. صح. اللي هو اشرف نصار، محمد عبد المنعم، عماد حاتم، مدير الكوره كابتن كريم، المدير الفني كابتن خالد، يعني لا كل منظومه كلها باللعيبه، اللعيبه من اجمد يعني من احسن واجمد اللعيبه اللي لعبت معاها بصراحه، لعيبه اخلاقيه من الكوره، كل حاجه حلوه. المنظومه انت عايز تلعب كوره بصراحه، انت تلعب كوره مفيش مشاكل، مفيش يعني انت بتلعب كوره بس، يعني كل واحد عارف هو بيعمل ايه. الاول هو اشرف نصار بصراحه ومساعدنا جامد جدا، ما عندوش، مش حاططنا تحت ضغط، بالعكس يعملوا صح، يلعبوا صح ويلعبوا كويس يعملوا، والباقي ده بتاع ربنا. فلا الدنيا جميله، يعني النادي محترم جدا، انا مبسوط فيه يعني. صحيح. كابتن كريم بامبو لاعب البنك الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.